مرخص بسيط سريع لكل كافة الإجراءات القانونية التي قمنا باتخاذها طوال الفترة الماضية. أول وهلة تقدمنا بشكوى للنيابة العامة بعد ما تقدمت بتظلم، اكتشفت بالتظلم أنها ليس دراسات الإجابة لا تخص الطالبة، توجهت على الفور للنيابة العامة تحرر شكوى. هذه الشكوى بدأت في التحقيق، بالمراحل التحقيق وحيل الأمر إلى أبحاث تزييف تزوير طب شرعي أسيوط. فوجئنا لأنه أثناء الاستكتاب كان هناك من الأطباء الشرعيين الذين قاموا باستكتابها بالتلويح والتلميح والإشارة بأن هذا الخط ليس بخطها وأن الخط سوف يعود. وفوجئنا بالنتيجة، هذه النتيجة بأن جميع كراسات الإجابة تخص مريم، الطالبة مريم، وهي على خلاف الحقيقة. على الفور لم يكن لدينا سوى الطعن على هذا التقرير، ولم يكن لدينا جهة أخرى سوى طب شرع القاهرة. وكلنا أمل وكلنا نعتقد أن الحق أيضا سوف يعلن عن نفسه، ولكن جاء تقرير أبحاث زيد تزيد أسيوط استكتاب مخالفا بمجرد العين المجرد. وأنا هأكد لحضراتكم أننا لسنا في حاجة إلى فحص فني، ولسنا في حاجة إلى عين خبير. نحن نحتكم إلى عين الشخص الطبيعي. بالعين المجردة كده إحنا بنحتكم للنتيجة. وبالتالي طبعا إحنا فوجئنا النيابة لم تمكننا من الاطلاع على دراسات الإجابة. بنعمل ايه؟ الحمد لله ان كراسات الاجابه تسربت وان التقارير تسربت وتم نشرها على بوابه الاهرام. احنا في النيابه كدفاع ما قدرناش نحصل عليها، وبوابه الاهرام جابتها. كافه النتائج كنا بنعرفها من قبل ما تصل النيابه من خلال مصادر الاعلام بيتم تسريبها. قضية صارت في مسار ليست مسار القضايا العادية. لا يمكن أن تكون بصدد سرية التحقيقات. سرية التحقيقات هي المفروض عنوانا لأي تحقيق يجرى في النيابة. بتتم ويعلن عنها على النت ويعلن عنها في الإعلام حتى آخر نتيجة تقرير. آخر نتيجة تقرير فوجئنا به في قناة برنامج الدب بيتك، ولم يكن هناك يعلم، ولم تكن النيابة قد وصل إليها التقرير. كل هذه البنود تشكك في صحة كل هذه الأمور، لأنه يستحيل أن تكون قضية عادية. إنه الإعلام بيتصل علمه بيعرف حقائق الأمور قبل أي واحد، قبل الدفاع وقبل النيابة. اللهم إذا كان هناك يد قوية جداً